يا علي، علي انت صحيت يا علي؟ انا مش علي يا ام، انا توفيق. توفيق، توفيق يا حبيبي، يا توفيق يا حبيبي، يا ابني يا حبيبي، وحشتني قوي يا توفيق، وحشتني يا توفيق، وحشتني. تعالي يا علي، تعالي يا تعالي تعالي. ده انا كنت فقدت الامل اني هشوفك تاني يا توفيق، ليا نصيب اشوفك تاني يا حبيبي، والمسك واسمع صوتك واتأنس بحضنك تاني يا توفيق. خفت يا أمي، غصب عني صدقيني. أنا لو هطول أفضل تحت رجليكي وأخدمك وأشيلك فوق راسي كمان. أنت ياما حنيتي عليا، وأنا ياما جرحتك، ياما داويتي جروحي، وأنا كنت السبب في جروحك وتعبك. سامحيني يا أمي، أنا اخترت الطريق الصعب، الجهاد، الإيمان. أنا بعت الدنيا رخيص واشتريت الآخرة. ما فكرتش آخرتك هتبقى إيه في الدنيا يا توفيق؟ لا تعنيني بشيء، أنا مش دنياوي زيكم. يا أمي، ربنا سبحانه وتعالى اختار ناس تبقى جنود لي، يحملوا راياته. أنا ربنا اختارني من زمان. بالدم يا توفيق؟ بالتدمير والخراب؟ بإنك تبقى مطارد وهربان زي الحرامية والشيوخ المنصر؟ يا أمي، الحوار ده دار بيني وبينك ألف مرة، ما وصلناش لنقطة. أرجوك يا أمي، أنا عايز أقعد عندك هنا يومين. تتكلم جد يا توفيق؟ بجد يا أمي، بس هستحلفك بالله محدش يشوفني ولا يعرف اني عندك. عملت ايه تاني يا ابني؟ يا امي، انا وصلت لمرحلة عملت زي ما عملتش، ما بيسيبونيش في حالي. تعالى يا علي، ما تقلقش، ده علي ابن علي يا توفيق. اسمه علي؟ لا، اسمي نزار، بس تتأنيسة بتقول لي علي. ما تخافش، علي كتوم، طالع راجل زي ابوه. طبعا انت بالنسبة لي اكبر من مدير مكتبي يا هاني، وانت عارف. ما عليكي، انا معاكي في كل مكان وفي اي مكان. انا مش محتاج يعني أأكد لك اخلاصي وولائي. مفهوم طبعا يا هاني، مفهوم. مش معقول المجلس ده. جماعة المحظورة عايشة في دور المعارضة الوطنية وفاتحين على الرابع. سيبك منهم يا هاني، ما تركز معاهم، ركز معايا أنا. حاضر حاضر. أنا عايز أكون عند حسن ظن القيادة السياسية، إحنا لازم ننجح يا هاني. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا شيخ بسيوني. الحمد لله على السلامة يا شيخ بسيوني. هو مين بيتعارك مع مين؟ أنا عارف. طب بقول لك ايه، لو لقيتني خدت تعسيله ولا حاجه يبقى صحيني كمان ساعه عشان اخد فوار الحموضه، ولو احتاجوا صوتي يبقى ارفع دراعي بس بشويش عشان ما اصحاش. اتفضل يا معالي الباشا. بلغ معالي الوزير ان زاهر باشا وصل ومعاه نبا وابن خالها وهدان. ثانية واحدة، زهرة هتفرح قوي اما تعرف ان انا جاي ابارك لها. ايه؟ امال بقى لما تعرف اني معاك
هتعمل ايه؟ يا اكيد مش بعيد تزغرط. تزغرط؟ طب اتلهي. زاهر باشا اتفضل معايا. ايه؟ طب واني؟ ما عنديش اوامر تطلع معايا. مش حل لو ما كنتش قايل لك تقول ليه نبوي ابن خالها وهداه. خلاص 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 يا غتيد يا سائل. استناني هنا. يا ألف بركة، يا ألف نهار مبروك. بشرفي بشرفي لو طول زرغط لكنت عملتها. ترسي يا زاهر، أهلا بيك. تفضل تفضل اقعد. ها مبسوط بأختك يا زاهر؟ إلا مبسوط، ده أنا حطير من الفرح. ده أنا ماشي في البلد منفوخ ومتفشخر من ساعة ما الخبر جه في التلفزيون. يعني غيرت فكرك القديم بتاع كلام الرجالة ما يدخلش فيه الستات والحريم اللي لازم تتاوى في البلد؟ انت لسه فاكرة يا زهرة يا اختي؟ دي كانت ساعة شيطان وراحت لحالها، وهنتي كتر الله ألف خيرك بعتلي الشيك مع مجدي. أصيلة والله أصيلة يا زهرة. وناوي تقعد في مصر قد إيه زهر؟ أقعد في مصر قد إيه ده؟ أنا مش راجع البلد تاني. أنا أختي بقت وزيرة، بقت وزيرة يا أولاد. أيوة أنا مش فاهمة إيه دخل أختك بقت وزيرة؟ هو أنت فاهم إن أنا هعمل لك إيه يعني؟ تعملي لي إيه؟ ده انت هتعملي لي وتعملي لي وتعملي لي. انت بس تبقي في ظهري وطلقيني في العمل السياسي وشوف اخوك ابن ابوكي هيعمل ايه. العمل السياسي؟ انت عايز ايه يا زهر؟ عايز امشي في ظلك يا اختي. يعني 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 انت دلوقتي ست وحدانيه ومالكيش لا ظهر ولا سند، وانا من واجبي اني اقف جنبك. لا يا شيخ، وده من امتى بقى؟ ان شاء الله ما انا طول عمري لوحدي. ولا جد في الامور امور يا زهر؟ تقصدي ايه يا زهر؟ اقصد ان الشويتين دول مش هيدخلوا عليا يا زهر يا ابن ابويا. واذا كنت فاكر انك ممكن تستفيد باي امتيازات عشان اختك بقت وزيره تبقى بتحلم. انا لما وافقت على المنصب ده وافقت عشان اخدم بلدي، مش عشان اهلي ومعارفي يستفيدوا من ورايا. عيب عيب عليك الكلام اللي انت بتقوليه ده يا زهر. عيب عليك انت يا زاهر انك بعد السنين دي كلها بتتعامل معايا على اني هبله وعبيطه. معالي الوزيره، الساده المستشارين في انتظار سعادتك في الميتنج روم. انا تقريبا خلصت. خلصتي؟ عموما متشكرين على حسن الضيافه. بالاذن. نورت يا زهر. نورت يا زهر باشا. السلام. حاجة تجنن. أخويا يا سيدي فاهم إنه هيستغل نفوذي بقى كوزيرة. زهرة هانم، خدي بالك من المنطقة دي كويس قوي، ياما في ناس طاروا ووقعوا في مشاكل كبيرة قوي بخصوص قرايبهم وإخواتهم يعني. أنت بتقول إيه بس يا عيني؟ وأنا بتاعت الكلام ده، أنا فاهمة اللي أنت بتقوله ده كويس. طب ممكن بقى سعادتك تمضي لي على العقد ده قبل ما نحضر الاجتماع؟ عقد ايه ده؟ ده عقد فيلا في الساحل الشمالي، انما ايه سعرها لقطه قوي. لا لا الساحل ايه وانا فاضيه للكلام ده فندم. ده مش ليكي، ده للاولاد. عارفه ربنا يخليهم ويعيشوا على طول في خير ونعيم امهم. لا بس انا مش عايزه اي امتيازات يا هاني. يا فندم امتيازات ايه؟ دول بيستغلوا اسم سعادتك، وجود اسم سعادتك، وبعض الوزراء اللي موجودين بيتقل المكان وبيعملوا سعر، يعني هم المستفيدين مش احنا. توقع حضرتك. مبروك معالي الوزيره. الله يبارك. تفضل. ثبت على كده. ايوه ايوه بس اخر حلاوه ده كده كده. اليافطه اتسنطرت حلو قوي. بالظبطي يا لهوي. انت مين تعزلك يا واد تغير اسمك تاني؟ الشيخ بسيوني. انا ماليش دعوه. الشيخ بسيوني علي علي فتحيه، ده كان اقتراح من الحاج محمد، انا ماليش دعوه. ده اللي اتفقنا عليه يا محمد يا عزيز. اهدي بس يا ست فتحيه، احنا غيرنا الاسم على سبيل الفال. فال فال ايه يا اخوي؟ انا مش فاهمه حاجه. يعني قلنا لما يبقى الاسم فيه الحمد ده ممكن يزود الرزق. عليا النعمه لما رجعتوا اليافطه القديمه لاكون مصوره لكم قتيل هنا. طب ما يصحش كده يا ست فتحيه بقى. معقول اخرس انت. طب
رجعها لها يا حاج محمد، مش هنخلص منها. حاضر حاضر. في ايه؟ مالك يا ست الكل؟ في ايه يا فتحية؟ حصل ايه؟ سبحان الله وبسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ايه ده يا دكتور؟ من امتى ده؟ ما قلتليش يعني. تعال تعالي نخش السجن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف حمد لله على السلامة طلعت بيه. خير؟ إيه اللي حصل؟ خلاص يا عادل يا ابني، في لحظاتي الأخيرة. ما تقولش كده طلعت باشا. طلعت باشا رجل كل العصور. هتقوم وهتبقى كويس إن شاء الله. بس اللي انا مش فاهمه، ايه اللي خلاك تيجي مستشفى زي دي؟ ليه ما كلمتنيش؟ أصيلة العمرك مش كفاية انكم شايلين همي فوق الست سبع سنين دلوقتي، كمان هتشيلوا هم مرضي. وانا اقابل احسانكم ده بالخيانة. يا ربي كل اللي بطلبه دلوقتي انك تسامحوني. رجوك يا ابني سامحني. طلعت باشا، لو عاوزنا سامحك بجد تقوم معايا دلوقتي نروح مستشفى تاني. يقولوا ان اي حركه خطر عليا. بس طلب واحد، بس طلب واحد أرجوك. أمرني يا طلعت باشا. أشوف ناسك. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. قلت إيه يا عروستنا؟ وهي هتقول إيه يا شيخ محمد؟ هنلاقي أحسن منك فين؟ جعفر خلي الدكتورة فاتن هي اللي ترد. احنا تهنا. يا ريت نفضل كده تايهين. تايهين؟ احلى من الجزيرة وسط البحر بعيد عن الناس. احنا بس اللي فيها. الحمد لله على السلامة يا عاد. دول السنين. دي قاعدة لوحدك ليه؟ أمي فين؟ نازج هاني من السلاح دار؟ قمر. في غيرها؟ بتحلمي بالجنة. تعالى هفرجك. أحلام. إننا نحققها. أنا بحلم بالجنة. تعالى معايا. وأنت بتحلم بالمستحيل. ايه في ايه يا حبيبي؟ في ايه؟ ليه وقفت التمرين بتاعي؟ انا اسف يا ماما، بس يعني في موضوع مهم لازم اكلمك فيه. مهم ايه؟ انا لسه عندي مجموعتين بطن وضغط لسه. ايوه يا ماما، بس طلعت بيه مش هيلحق يخلص اي مجاميع، بيموت. طلعت سامحيني يا ناسك. سامحك؟ سامحك في ايه طلعت؟ انت ما تعرفيش حاجة خالص. انا اذيتك كتير من زمان. كنت بشيد الباشا سليم البدري عليكي من بعيد لبعيد كده، كنت بحط له السم في العسل عشان يكرهك، لأن أنا كنت بحبك من سنين، وأنا حاسس إن في حاجة بتربطني بيك، بتشدني ليك، لحد ما
سليم باشا وطلبني، رحت له أمرني إن أنا أتجوزك، حافظ عليك وصونك، وافقت. بس أنا ما صمت الشيخ يا. في إيه يا طلعت؟ طب أنت غلطت في إيه؟ أنا اتجوزت عليك يا نازك. إيه؟ اتجوزت عليا أنا؟ اتجوزت على نازك السلحدار؟ آه يا حقير يا قليل الأصل. أنا آسف، أنا غلطة، بس ما قدرتش أعمل حاجة، ما قدرتش أساعدك في الدنيا، بس أوعدك لما أروح الجنة إذا ربنا كتبها لي هطلب إنك أنت اللي تكوني مراتي، مش حد تاني. انسى ده، أنت تنسى الكلام ده. وبعدين أنت بتقوح وأنت بتموت، إيه؟ هو الجواز بالعافية يا راجل؟ أنت أنا هتجوز حبيبي سليم البدري، حبيبي. لا، سليم البدري ما ياخدكيش مني تاني. ما تقلقش يا كريم، انا مش هسيبك، انت برضه جوز اختي. هدي لي سلطه. بس كتر الف خيرك يا صفوت. شكرا. انا هاخدك معايا في البرنامج الجديد اللي انا هقدمه. بجد؟ يعني هبقى رئيس تحرير البرنامج؟ لا لا لا، رئيس تحرير ايه؟ انت هتبقى في فريق الاعداد. فريق الاعداد؟ ماله فريق الاعداد؟ عيب ولا حرام؟ وبعدين انت عارف يعني وحيد بيشتغل معايا من زمان، وهو هيبقى رئيس التحرير، وانا كلمته عنك، هو ما عندوش اي مانع. هو طبعا عارف ان انا بساعدك. ها؟ ساعدني؟ اه طبعا. هو انا لما اجيبك تشتغل معايا في البرنامج الجديد بتاعي ابقى مش بساعدك؟ تقول له حاجه يا شباب. خلاص بقى يا كريم يا حبيبي، انت وصفوت صحاب من زمان، يعني مش محتاجين تزوقوا الكلام مع بعض. عن اذنكم. على فكره جوزك ده اسود وحقود. خلاص بقى. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ايه يا علي، بتذاكر ايه؟ ساينس يا انكل توفيق. ساينس؟ استغفر الله العظيم واتوب اليه. ده بدل ما تذاكر فقه وسنة بتذاكر كفر واسرائيليات يا علي. البسبوسة السخنة. الله 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 الله، والله زمان يا أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق، ملكش دعوة بعلي، ما تلعبلوش في مخه. وانت يا علي اللي يقولوا عمك توفيق تدخله من هنا وتخرجه من الناحية التانية. حاضر يا تيتا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه بس كده يا أمي؟ إيه في؟ تفتكر مين؟ ما تقلقش، خش انت جوه وانا هتصرف. شميت ريحة البسبوسة وقلت لازما. ايه يا خالتي؟ وانا جاية في وقت مش مناسب ولا ايه؟ اه يا اختي مش مناسب. وبعدين يعني كده انا شايفاك اليومين دول طالعة نازلة عليا، ولبسك كده لا مؤاخذة محزق ومش عاجبني، وانا عندي عيل على وش بلوغ. علي؟ علي ده ابني. ولا تقصدي يعني حد تاني؟ حد تاني مين يا بنت؟ تتجننتي؟ اصل انا يعني شفت واحد طالع عندك في الفجر وانا بنزل الزباله. بنت يا توبة، حسك عينك تقولي الكلام ده تاني ولا تعيديه قدام حد؟ لا ابن، قسما بالله العظيم لو ما لينتيها معايا وقصرتي لكن لاغيه العقد اللي بيني وبينك، وتروحي تشوفي لك حته تانيه تباتي فيها، وكل واحد فينا يروح لحاله. لا وعلى ايه يا خالتي؟ انا متاسفه. سامحيني يا بنتي على عيني،
على عيني والله يا حبيبتي. مشيت. مشيت يا توفيق. واضح انه عادي معاكي، هيسبب لي وهيسبب لك قلق يا امي، عشان كده لازم امشي. هو انت لحقت يا توفيق؟ معلش، من وقت للتاني هرجع لك يا امي، بس امانة عليكي مفيش مخلوق يعرف ان انا جيت لك هنا، لان لو حد عرف انا مش هعرف اجي لك تاني يا امي. هقول لك ايه يا ابني، مكتوب عليا افضل طول عمري كده افرق فيكم واحد ورا التاني. ربنا يصلح لك طريقك ويهيئ لك كل خير يا ابني. هشوف وش الخير. انت من اهل لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بقية في حياتكم؟ اهلا وسهلا زهرة، مدام صابرينا مامي ليلي. اهلا اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. الحمد لله على سلامتكم، هي طبعا متاخره بس معلش الظروف. انا عارفه انك وزيره ومشغوله كتير قوي، نتقابل في ظروف احسن ان شاء الله. ان شاء الله. انت النزوه الفرنسويه؟ جي سوي سيو كو فوزات نازك. اوكي، انت تعرفيني بقى. سليم حكى لي عنك، بس فريمون هو ما كانش بيحب تصرفاتك. ايه ده؟ ايه مدام؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بتقول ايه دي؟ ايه مدام صابرينا؟ اتفضلي 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 حضرتك. ونعم بالله. شكرا. ونعم بالله. في ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا طلاقي يا حبيبي. زهرة زهرة خدوها. عايز احضر عايز ادوسي. ايه يا كفره يا ظلمه واكلين بلد يا كفره يا ظلمه، انا هجيب حقي وحق ولدي وحق جوزي. لو ليكي حق خديه، انا مش همنعك، بس بالقانون مش بالمشاكل والفضايح. جرايد المعارضه ما بتصدق تصطاد في الملك، وانت عارفه البلد مش ناقصه. يعني طب حضرتك شايف ايه بالظبط؟ لا اللي انت تشوفيه مش انا. لو ليكي حق ارفعي قضيه وخدي حقك، لكن السكك الرخيصة اللي انت بتعمليها دي ما تمشيش معايا ولا يمكن اسمح بيها. انت فهماني طبعا؟ اه طبعا فاهمة يا باشا فاهم. طب بالاذن يا باشا اروح انا بقى. لا تروحي فين؟ انت متقدم فيكي بلاغ من الاستاذ عادل البدري ابن ناظر السلحدار، بيتهمك فيه ان انت كنت بتدي دواء غلط لوالدته. يا نهار اسود، عدم نظر يا باشا ما حصل. والله بقول الكلام ده بقى في التحقيق. شبراوي وصل الهانم لحد اسم الخليفة عشان كانوا بيسألوا عليها. حاضر يا فندم. يا مصيبتك السودة يا مصيبتك السودة يا إرحام. أنا مقدر قلقكم، بس البنت دخلت السجن ومش تعرف تعمل لكم أي حاجة، خاصة أنت يا سعادة الوزيرة. يا حسين بيه أنا مش فاهمة المشكلة فين دلوقتي. أنا بأكد لسعادتك إن المرحوم طلعت طلق اللي اسمها رحاب دي قدام عادل أخويا، وعادل يشهد بكده. للأسف شهادة عادل بيه مش هيتاخد بيها، لأنه ابن الخصم وفي نظر القاضي صاحب مصلحة. المرحوم من الواضح أنه طلقها شفوي ومفيش أي أسيمة طلاق يستدل عليها، وبالتالي أن إعلام الوراثة ده هيتعطل شوية، علشان القضية اللي رفعها البيت لازم يتبت فيها أن هي من ضمن الوراثة ولا لا. أنا مش فاهمة أنتم محيرين نفسكم ليه؟ رحب تورث ولا تتنيل ما تورثش؟ طلعت الشماشرجي العشر سنين الأخرانيين ما كانش يحتكم على مليم، وكان عايش عندي في شقتي على حسابي وحساب ولادي. إيه اللي سعادتك بتقولي ده يا نازك هانم؟ طلعت بقى الله يرحمه سايب أمواله ومنقولاته وفلوس سايلة حوالي 20 مليون جنيه. إيه؟ إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ معقول؟ زي ما سعادتك سمعت كده. مش فاهمة، طب هو كان بيدعي الفقر ليه؟ عموماً أنا كل اللي يهمني في المسألة دي إن ما يحصلش شوشار عليا. أنا مش ناقصة بصراحة، وياريت حضرتك تعالج المواضيع دي بشيء من الحكمة، وكفاية الفضيحة اللي حصلت في العزم. وإنتي ما بتفكريش إلا في نفسك يا زهرة. ماما من فضلك مش وقته الكلام ده. طيب أنا عندي اقتراح، أنا أروح لرحاب في السجن أتفاوض معاها تتنازل على القضية أديها قرشين ونخلص من الموضوع ده. أبداً ابدا 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 يا متر، الكلبه دي كانت عايزه تمسح لي مخي.
القانون لا يمكن يتهاون معاه. أنا بس اللي لازم أتمتع بفلوس جوزي. الحمد لله على السلامة أستاذ عيسى. الله يسلمك. دارين ضرب بهيرة هانم. دارين هاي هاي ويلكم تو كايرو. ثانك يو. تفضلوا استنيناك في النيو يير زي ما قلت. سي باغي ما شير امي. ما اقدرش افوت النيو يير في باريس ما انت عارفه. بس على فكره بهيرة هانم انا متابعك ومعجب بيكي جدا. انا ما عملتش حاجه زياده، انا ماشيه بالظبط على البلان، عشان كده الشغل بيطلع مظبوط. في البيزنس بتاعنا الخيال بيكون مهم جدا، بس برضو لازم يكون في الهام. انت معاك الالهام كله. دارين على فكره اساسها مصري، بس الماما بتاعتها انجليزيه، وهيكون ليها دور مهم جدا معانا في الفتره اللي جايه. طب كويس. طب كويس كويس. I have to take your contact علشان هنبدأ شغل بكرة. أنا شايفة إن هي تنفع جدا في الإعلام. ما شاء الله وشها جميل وشيك ومش محروق. بيتهيألي إن أنا جاية أصلا عشان كده. ولا إيه يا مستر عزم؟ طبعا. أنتي دارسة إعلام ودي شغلتك، أكيد هنحتاجك في الفترة الجاية. جود. أصل كلام مسز بهيرة حسسني إن الفكرة لسه جاية فريش في دماغها. انتي ليه متحفزه كده؟ انا كان قصدي انه الاعلام يبقى خطوه مبدئيه وبعدين بعد كده. على فكره يا جماعه كل حاجه هنعرفها في وقتها. داكو انا مش عارف ايه اللي بيحصل. هو في ايه؟ الايه اتقلبت خالص. ما كانوا حلوين وكويسين مع بعض، ايه اللي حصل يا عم؟ ما انا قلت لك دي لعبه كبيره وما احناش قدها، كان ممكن نلعبها من 20 سنه مش دلوقتي. واضح انهم قلبوا عليهم تاني. طب ده لسه جارين الراجل اللي اسمه الشيخ عبد الله وما طلعهوش غير من ساعه بعد تحقيقات وبهدله. هو الشيخ عبد الله ده اخوان؟ يا عم ولا اخوان ولا بتاع، اي هبد على قفا العبد. مشكله يا اخي ان كل ما الواحد يراهن على جنب يطلع غلط. هي البلد دي ملهاش ملكه؟ انا مش فاهم انت خايف من ايه؟ عضو برلمان ومعاك حصانة، المصيبة فيا أنا اللي محسوب على الإسلاميين وأنا أصلاً ما بركعهاش، ومع ذلك ممكن يأذوني في أي لحظة وأنا أساساً قد كده ما أخدش بقهم نادغة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتأخرت ليه يا مولانا؟ ده أنا مستنيك على نار. وديني جيت يا سيدي. أنا مش عارف أنت متوتر ليه يا باشا. يعني انت مش شايف اللي بيحصل فيكو؟ قعدت تقول لي الطير اللي بيحلق واحنا ومش احنا، وفي الاخر عمالين يلموا فيكو كل يوم واحد. انا كنت فاهم الطير ده صقر ولا نسر جارح طلع كبير وفرخه. الله الله الله، انتوا ازاي بتتكلموا معايا بالطريقه دي؟ انتوا نسيتوا نفسكم ولا ايه؟ انتوا مالكم مرعوبين قوي كده؟ يعني انت مش مرعوب؟ ده البوليس مش مخليكوا تشوفوا النور. بذمتك انت بتعرف تنام؟ طبعا بعرف انام، وبنام كويس قوي كمان. عارف ليه؟ عشان انا مع الله، واللي مع الله ما بيخسرش ولا بيخاف بس يوم. ونعم بالله ما قلناش حاجه، بس بالنسبه لي انا واحد زي والراجل القصير ده نبقى روحنا في داهيه. احنا مش شيوخ زيك يا سيدي، احنا من الاخر شيوخ كده وكده. انا عارف طبعا، بس ما دام مشيت ورانا يبقى اللي يصيبنا يصيبكم. طب بتبصوا تحت رجليكم، مفيش حلاوه من غير نار. احنا تعبنا كتير واتظلمنا اكتر، بعد شويه صغيرين قوي هناخد حقنا بالكامل. اصلكم ما تعرفوش اللي بيدور في الكواليس. احنا بنفكر في امور اكبر بكتير من مستوى ادراك وتفكير ناس زيكم، بس مش ده المهم. أنا مش جاي أدادي فيك أنت وهو، لا، أنا جاي في مهمة محددة. زهرة سليمان عايزكوا تفتحوا معاها قنوات اتصال اليومين دول ضروري، إحنا هنحتاجها.
طب وليه انا بالذات اللي اقوم بالدور ده؟ ليه مش انت يا مولانا؟ مش المفروض انك تسأل، انت دورك انك تنفذ وبس. رغم كده انا هجاوبك، انا عايز الحكايه دي تتم في اطار ودي مش بشكل رسمي. بيتهيألي انت ليك علاقات قديمه مع عائله غانم. ما هي باظت ساعة ما صدرتوني قصادهم في الانتخابات. انتوا طول عمركم بتتخانوا وتتحالفوا، ايه الجديد؟ المرة دي بقى انا عاوزك تلعبها مع زاهر سليمان او عيل من عياله او مجدي اخوه، عشمهم ببزنس كتير وكبير ومالكش دعوه بالتمويل. طيب ايه الشغل اللي ممكن اخش معاهم فيه؟ اكبر سلسله سوبر ماركت على مستوى الجمهوريه.